السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه أبورك، وده في شغل ناس طالبة خدمات معينة بمقابل، ومقابل بالدولار، ففرصة كويسة. أنا مثلا بدور على كلين أب إيمج، ففي ناس بتعمل الخدمات ديت وناس طالبة الخدمات دي، عايزة عنده صورة عايز يحسن الجودة بتاعتها. طيب تعال نشوف الموقع دوت. الموقع دوت اول حاجه لو عندي صوره وفيها اي ووتر مارك بيبدا انه يحذفها، كل عليك ان انت ترفع الصوره وهو يعدل لك الصوره ويحسنها لك بالشكل دوت. يعني هي بتبقى بالشكل دوت وهو ينظفها لك بالشكل دوت. بالاضافه ان في بعض الخدمات اللي موجوده، زي مثلا ان هو يمسح لك الباك جراوند، ان هو يحول لك من امتداد لاخر، ان هو يكبر لك صوره صغيره لحجم كبير. والخدمات دي تقدر تحصل عليها مجانا او تدفع مبلغ بسيط في مقابل ان هو يبقى ليك امكانيات اكبر. طيب ده برضو نفس الفكرة، ده من خلال الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تكبر الصورة، بحيث ان بدل ما هي بالشكل دوت يبدأ ان هو يحسنها لك بالشكل دوت. فأنت ممكن تقدر تقدم الخدمات دي في المواقع بتاعت الفريلانسر. هنا ده كليب دروب، ده بيفيد في الإعلانات، إن أنت ما عندك صورة وفي مثلا حاجة معينة عايز تحسنها، عايز تصلحها، عايز تحذف منها حاجة، فبالذكاء الاصطناعي بيفيدك إن أنت تعمل الخدمات دي كلها، فمش محتاج يكون عندك دراية بالفوتوشوب أو ببرامج متخصصة. لا، الخدمات دي تقدر إن هي تعمل لك. هنا مثلا صورة معينة يقدر ان هو يغير لك الخلفية، يديك خلفية كتيرة جدا، يقدر يكون لك صورة، يحسن لك، يلغي لك حاجة معينة. فدي برضو من امكانيات الكليب دروب. دي مثال مثلا على الصور دي، مثلا كانت كوباية حقيقية صورتها بالموبايل وهو اوتوماتيك راح واخدها وراح مدخلها لي هنا، بحيث ان انا اقدر استخدمها في اي شغل انا عايزه. طيب ماجيك اريز بيقدر يشيل لك عنصر معين من الصوره، بحيث ان الصوره زي ما غير الصوره دي ممكن تكون انت وانت بتصور كان في شجره مثلا مغلسه عليك او في شخص مغلس عليك، فتقدر ان انت تحذفها. فتقدر تستعين بالموقع دي في ان انت تعمل شغلك في الفريلانسر.